الآب والابن والروح القدس الأوعدي. كل سنة وانتم طيبين. احنا نتكلم في آية صغيرة النهاردة هنعتبرها شعار السنة الجديدة بنعمة ربنا. نحفظها مع بعض. جاية في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية، بيقول فيها: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. نقولها تاني: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. دي جاية في إصحاح 6 عدد 3، غلاطية 6 عدد 3. نقولها تاني: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. انتوا عارفين يعني ايه احملوا بعضكم أثقال بعض؟ يعني كل واحد شايل حمله، مش كده؟ والحمل بيبقى تقيل لما الواحد يشيل لوحده. فاكرين الواد اللي كان شايل اخوه المريض، وبعدين واحد بيقول له كده: ده حمل تقيل عليك. فقال له ايه؟ قال له: انه ليس حملا يا سيدي، انه اخي. انه ايه؟ ليس حملا يا سيدي، انه ايه؟ لما يحس ان اخوه ما يحسش انه ايه؟ انه حمل. بالظبط كده، المحبة تسهل الاحمال. احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. وناموس المسيح اللي هو ايه؟ اللي هو المحبة الخادمة. المحبة الايه؟ الخادمة، اللي هي بتشيل اثقال بعض. هناخد تشبيه صغير من قلب الام، لان احسن واحدة بتشيل الاثقال هي مين؟ هي الام. لما تيجي تشيل طفلها الصغير علشان تخاطر تحطه من الارض وتشيله وتحطه على السرير ترضعه او تنظفه، الحركة الصغيرة دي فيها 7 حاجات حلوين يساعدونا على ان احنا نحفظ الاية دي. في الاول، ايه الدافع اللي بيخلي الام تميل عشان تشيل طفلها؟ نمرة 1، المحبة، مش كده؟ يبقى اول حاجة عشان خاطر ننفذ الشعار ده في السنة الجديدة هي ايه؟ المحبة. المحبة ليها 3 اتجاهات، ليها اتجاه ناحية ربنا، وليها اتجاه ناحية اخواتي، وليها اتجاه ناحية الظروف اللي بيسمح بيها ربنا. المحبة ناحية ربنا تبان، انتوا شايفيني كده ولا اقف احسن؟ المحبة ناحية ربنا تظهر امتى؟ نعم؟ الصوت ايه؟ عايزينه يعلى يعني؟ طب يا ريت يقولوا لهم يعلوا من عندهم، عشان انا مش ما عنديش هنا ال يعني كده يدوب كده. المحبة ناحية ربنا تبان في الشكر عند الألم. تبين ازاي انك بتحب ربنا؟ كلنا بنقول احنا بنحب ربنا، لكن يجي ربنا يختبرنا بشوية ألم بسيطة نتذمر، مش كده؟ فالمحبة تبان امتى؟ الشكر عند الألم. خلاص؟ طيب، دي المحبة عند ربنا ناحية ربنا. انا بحبك يا رب ليه؟ ايه اللي يبين حب ليك؟ ان انت مهما سمحت من ظروف انا بشكرك فيها. اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. تمام؟ في ناس بتشكر قبل التجربة، في ناس بتشكر في التجربة، وناس بتشكر بعد التجربة. يعني الشكر يجي في كل وقت. انا هقول لكم على شكر المهم اللي هو اثناء التجربة. انتوا عارفين الهوس الثالث في التسبحة ده مين اللي قاله؟ الثلاث فتية. الهوس الثالث يبقى ايه؟ تحفظوها انها الثلاث فتية اللي قالوا. امتى الثلاث فتية قالوا الهوس الثالث؟ وهم في اتون النار. وهم فاتون النار سبحوا ربنا. اهو ده مثلا من امثلة الشكر اثناء التجربة. لان يقول ايه بولس الرسول في هذه جميعها؟ ايه؟ من فيكم فاكر؟ يعظم انتصارنا بالذي ايه؟ في ناس بتقول بعد هذه جميعها، يعني بعد التجربة ما تخلص يعظم انتصاري. وفي ناس بتقول بدون هذه جميعها لو ما فيش الالم ده. لكن احنا بنقول ايه؟
أثناء الألم في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. ده حبنا لربنا يبان هنا. يعني إذا كنت عايزة تحس وتختبري إنك بتحب ربنا صح اشكريه. الحاجة التانية ناحية الناس يبان تبان المحبة إمتى؟ طول ما بنعامل بعض كويس المحبة هي ماشية. لكن المحبة الصح تبان إمتى؟ الصفح عند الإساءة. يقول لك كده عفو عام قبل ما ننام. لا تغرب الشمس ايه؟ يعني ايه؟ يعني عفو عام قبل ما ننام، يعني قبل ما تنام تكون انت عفيت عن كل اللي اساء اليك. والا يجي لك لا مؤاخذه يعني شيطان اسمه شيطان المخده. عارفين شيطان المخده؟ شيطان المخده ده لما ما عفيش عن حد ولما يكون في حد في قلبي ما سمحتوش يجي شيطان المخده جاري عشان يقول لي اه ما هي تستاهل ما عملت وسوت، ما اصلها ما تستاهلش، اصلها ما اعرفش ايه، ما يخليكش تنامي، ويكبر الموضوع ويكبر الخطيه وتبقى الحكايه صعبه قوي. وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي. يبقى الحب للناس يبان في الصفح عند الاساء. انت غفرتي خلاص انت كده بتحب صح. اصل المحبة مش بس يعني كده كلام حلو، لا، المحبة تبان عند الشدة وعند الضيق. انا بحب صح امتى؟ لما اقدر اسامح اللي اساء ليا، يبقى انا صح بحبه. لكن اذا كنت بحبه طول ما هو ماشي معايا كويس ويجي يروح يعني يغلط معايا مرة خلاص بقى انتهت وافضل شايلها له، يبقى دي مش محبة. مظبوط. المحبة المسيحية ايه؟ تصفح، تصفح غير مشروطة وغير محدودة وبلا مقابل. هي دي المحبة. واخدين بالكم ازاي؟ يعني لو دخلنا السنة الجديدة وفي قلبنا اي تلوث، ايه هو التلوث؟ هو ده. هتبقى السنة الجديدة من اولها كده مش حلو. فاحنا عايزين بنعمة ربنا ندخل السنة الجديدة غير ملوثة. صح؟ ايه رأيكم؟ السنة الجديدة بلا ايه؟ بلا تلوث. يعني ايه بلا تلوث؟ مفيش في قلبي حاجة ناحية حد وانا داخل السنة الجديدة. انا داخل السنة الجديدة وفي قلبي ابيض كله ناحية كل انسان. عارفين القديس اللي جاي ينتقل لقى وشه بنور؟ وهو ما كانش بيعمل اي معجزة اثناء حياته، بالعكس كان يبص يشوفوه يمكن بيصلي اقل منهم. فسألوه ايه رأيكم؟ ايه ليه ابانا بوشك؟ يعني معلش سامحنا انت مش من الناس اللي بتعمل معجزات بس دلوقتي وشك يعني منور. فقال لهم ايه؟ لاني ما نمتش في يوم من الايام وقلبي في حاجة على حد ابدا ضد اي انسان. دي طريقة حلوة جدا عشان تدخلوا بعد عمر طويل السماء وشكم منور، ان القلب يبقى مش ملوث بلا قلب صافح عن الكل. عفو عام قبل ما ننام، احفظوها كده، عفو عام قبل ما ننام. يعني ايه قبل ما ننام؟ قبل ما ننام النهاردة وقبل ما ننام النوم النهائي بعد عمر طويل. فلما يبقى عفو عام قبل ما ننام اطلع فوق واقول له يا رب انا معليش خطية. يقول لي ليه؟ اللي قال له قال له انك قلت لي اغفر لنا كما ايه نغفر، فانا غافر. عشان كده انا بقول لك بكل دالة اغفر لي لاني غفرت. خلاص. ده الحب ناحية الناس. الحب ناحية نفسي بقى، انا هل بحب نفسي؟ يعني بحب نفسي مش بحب نفسي اناني بقى. بحب نفسي هنا يعني ايه؟ يعني بحب امكانياتي اللي ربنا ادهاني. ازاي؟ تبص تلاقوا احيانا انسان دايما يقعد يقول انا مش قادر، انا ضعيف، انا خاطئ. حلوة قوي. لكن ايه رأيك كملها وقول استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه يقوي. اوعوا تاخدوا ناحية وتسيبوا الناحية التانية. ما تقعدوش تركزوا على انكم ضعفة وتعبانين وغلبانين والخطية غلباكم. لا لا لا،
كملوها على طول. قول قولوا مع ربنا، وقولي مع ربنا انت يا رب قلت بدوني لا تقدرون ان تفعلوا ايه، ولكن استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه يقوي. تلاقي نفسك قابله روحك، لان في ناس عندنا ناس كتير ما بتقبلش نفسها، دي مش حلوة. اقبلي نفسك لانك انت صورة الله، اقبلي نفسك لان نفسك دي عطية ربنا عندك، ولما تقبلي نفسك هترضي انك انت تنكري نفسك تاني، لما تقبلي نفسك تقدري انك انت ايه تنكري نفسك. لكن لما تنكري نفسك وانت مش قبلاها يبقى انت بتكرهي نفسك. عارفين الراجل اللي قالوا له كان دايما يعني يضرب مراته كده، فقالوا له ليه والانجيل بيقول لك تحب مراتك كنفسك؟ فقال لهم انا بكره نفسي. فهو لما بيكره نفسه بيكره ايه؟ فان ما كناش نقبل نفسنا. نقبل نفسنا يعني ايه؟ يعني نرضى بكل حاجه ربنا حطها فينا، شكلنا، وضعنا، بيئتنا، لبس، كل حاجه ربنا حطها لنا احنا بنشكره عليها، شغلي، ولادي، بيتي، كل حاجة. أنا قابل كل حاجة ربنا حطها عندي فيا. واخدين بالكم؟ في الناس تبقى حاسة كده بنقص ناحية حاجة، لا إحنا مش بنحس بنقص أي حاجة. لا جسديا ولا نفسيا ولا روحيا، إحنا شبعانين من كل حاجة. ليه؟ لأن معانا المسيح. لأن أستطيع كل شيء في المسيح الذي، وده بنسميه الرجاء وسط الضعف. الرجاء وسط ايه؟ الضعف. يبقى اول حاجة نتعلمها من المحبة هي ايه؟ ناحية ربنا الشكر وسط الايه؟ الالم. ومع الناس الصفح مع الايه؟ الاساءة. ومع نفسي الرجاء مع الضعف. تقدروا تقولهم الثلاث حاجات دول؟ ربنا يبين حبه ازاي؟ نبين حبنا ليه ازاي؟ نشكره وسط ايه؟ الالم. والناس نصفح لما ايه؟ يسيوا. ومع نفسنا الرجاء مهما كان ايه الضعف. حلو خالص. فالام اللي بيخليها تنيل عشان تشيل طفلها هو المحبة. خلاص، من قلب طاهر. المحبة الحلوة بقى يقول عليها الرسول ايه؟ المحبة من قلب طاهر، ضمير صالح، ايمان بلا رياء. ثلاث شروط حلوين. من قلب ايه؟ لان في ناس كتير بتقول بحب، بس بتحب بقلب ايه؟ نجس. بعد عنكم. لكن المحبة الشرط بتاعها ايه؟ قلب ايه؟ طاهر. وناس بتقول بحب بس عشان فايدتها، يبقى الضمير مش ايه؟ مش صالح. يبقى ضمير ايه؟ صالح. وناس بتحب لكن في ايمانها بتحب اي حد وخلاص، اي حاجة تيجي على بالها، ايماني مش ايماني، يبقى ده ايمان ايه؟ في رياء. لكن الشرط ايمان بلا رياء. يبقى المحبة تيجي من قلب طاهر، نقول تاني، ضمير صالح، ايمان بلا رياء. نقولهم مع بعض، قلب طاهر، ضمير صالح، ايمان بلا رياء. حلو خالص. الام لما بتميل عشان تشيل طفلها، بنقول على الرجل اللي يميل ده انه رجل ايه؟ او الانسان اللي تميل دي يبقى ايه؟ المسيح. متواضع. تمام. يبقى تاني شرط هو ايه؟ تواضع. يبقى اول شرط المحبة، تاني شرط ايه؟ تواضع. حلو خالص. واحد سأل قال ايه؟ هل ممكن الشيطان يخلص؟ فجاوب عليه واحد تاني قال له طبعا، ايه المانع؟ قال له يعني ايه؟ قال له بس على شرط الشيطان يبطل يتكبر. قال له طب ما لو الشيطان بطل يتكبر يبقى ايه؟ يبقى الشيطان. عرفتوا ليه الشيطان ما يخلص؟ لانه ما يعرفش يتواضع. هو ايه اللي وقع الشيطان؟ الكبرياء. طيب هو لو ساب الكبرياء هيبقى شيطان؟ هو عشان كده بنقول مفيش خلاص للشيطان. مره سال عم بابا خمي وسالوا له تلاميذه يعني نفسنا نشوف ملائكه. لما بيسمعوا عن الرؤى والحاجات دي كلها، فقال لهم هقول لكم على حاجه، انا هقول لكم ازاي تشوفوا المسيح مش بس الملائكه. قالوا له ازاي؟ قال لهم انظروا الى انسان متواضع كانكم رايتوا المسيح. انظروا الى انسان ايه؟ متواضع كانكم رايتم مين؟ المسيح. لما الانبا يوسف كده كان قاعد مع الانبا انطونيوس،
وكل اللي قاعدين عمالين يسألوا ويتكلموا. فأما تونس بقول له أنبا يوسف، يا أنبا يوسف أنت مش بتكلم ليه؟ فاكرين؟ قال له إيه؟ يكفيني النظر إلى وجهك إيه يا أبي. ليه؟ لأن أبا أنطونيوس كان مثال للتواضع، تواضعوا تحت يد الله فيرفعكم، تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم. يبقى تاني شرط هو شرط إيه؟ التواضع. التواضع ده يعني الإنسان اللي بيشكر وسط الألم اللي احنا قلنا عليه في الأول، والإنسان اللي هي بتصفح للإساءة، والإنسان اللي هي بتقبل نفسها، كل دول نقول عليهم مش بس محبين، لا كمان متواضعين. أصل ما حدش متكبر يقدر يغفر ولا يسامح، صح؟ هل واحد متكبر يقدر يسامح حد أساء ليه؟ ما هو ده السبب إن احنا مش بنصفح بسهولة، كبرية جوانا. إزاي تسيء ليا؟ إزاي تعمل كده؟ إزاي تقول الكلمة دي؟ دي إيه سببها؟ كبرية. لكن لو إنسان متواضع، لا معلش حصل خير، المحبة تقبل، المحبة تغفر، خلاص. طيب تالت حاجة، عشان الأمة تشيل طفلها لازم يكون عندها إيه؟ قوة. قوة. يبقى تالت شرط إيه؟ القوة. يبقى أول شرط إحنا قلنا، تاني شرط، تالت شرط القوة. والقوة ديت حاجتين، قوة من جوه وقوة من بره. يعني ايه؟ المسيح قال لتلاميذه ستنالون قوة ما تحل الروح القدس ايه؟ عليكم. القوة بتاعتنا احنا تبقى من جوه في ان احنا متحدين بربنا، اتحادنا بربنا. وقوة من بره ازاي نعامل الناس صح. يبقى قوة داخلية وقوة ايه؟ خارج. بناخدها ازاي القوة ديت؟ اول حاجة بناخدها بالصليب، لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي ايه؟ قوة الله. انا بدخل الكنيسة وبرشم الصليب ليه؟ عشان اقول ربنا يا رب انا داخل الكنيسة مستخبي ورا صليبك، صح؟ عشان اقول له كده، اقول له انا مش داخل عشان انا كويس، لا انا داخل مستخبي ورا ايه؟ صليب. تاني حاجة برشم الصليب علشان عدو الخير لما يجيني يبص يلاقي قدامي فيه صليب ايه؟ مرسوم. فدي قوة ما يقدرش يقرب ايه؟ عليا. فهمتوا يعني ايه رشم الصليب؟ رشم الصليب كده مش بس مش حركة يعني ميكانيكية، لا، رشم الصليب ليه معنى روح كبير. اول حاجة انا باجي قدام ربنا واقول له يا رب انا جاي ورا صليبك، انا مش جاي عشان يعني انا رجل بار ولا انسانة بارة، لا انا جاي وانا مستخبي ورا صليبك. الحاجة التانية ما يقدرش عدو الخير يقرب مني. ليه؟ ان اول ما بيشوف الصليب عدو الخير بيعمل ايه؟ بيهرب على طول. ادي القوة، مش كده؟ فنمرة واحد في القوة الصليب، لازم تمسكه في الصليب كويس قوي. بس الصليب ايه؟ الصليب مش زي ما بقول لكم حركة كده وبس. الصليب كقوة، قوة الله. انتوا جربتوا قوة الصليب؟ ربوا ولادكم على قوة الصليب. عرفوا ولادكم ان الصليب ده قوة كبيرة جدا. عرفوه ازاي؟ عرفوهم ازاي لما رشموا الصليب يحس بقوته. لان احنا بنرشم الصليب كده ايه؟ بسرعة احيانا واي حاجة، ويعني زي ما تعودنا. لكن لازم تكون قوة الصليب كده جوانا قوة كبيرة. كلمة الصليب عند الهلاكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي إيه؟ قوة الله. يبقى أول الحاجة المهمة هي إيه؟ هي القوة. وقال كمان إن كنتوا ستنالون قوة وتكونون لي شهودا. الحاجة التانية إن إحنا لما يبقى معنا كلمة ربنا، بقى كلمة ربنا قوة كبيرة. الإنجيل ده قوة كبيرة. لما تقريه كتير وتحفظوا منه آيات كتيرة، تعرفي تعامل الناس كويس، وتعرفي الشهادة للمسيح كويس. يقول وكان الرسل يؤدون الشهادة بقوة. يعني بقوة؟ يعني مش سهل ان حد اي حد يعني كان في واحدة بتحكي في الفيس، كانت قريتها كده، تقول لما جه حد يعني حاول يتحرش بيها وكده،
فصرخت واستعانت بالعذراء وكده، بس تلاقيته ارتعب. ليه؟ في قوة بتخرج، لأن العذراء كانت موجودة في يوم الخمسين. فالقوة الكبيرة دي معانا وسطينا، مع القديسين، معانا في الصليب، معانا في الإنجيل، استغلوها. لما الاقي واحد عنده عربية مثلا ويقدر يروح بيها مشوار كبير، وبعد كده يروح ماشي وفي الآخر يقول تعبان، نقول له ايه؟ ما انت عندك ايه؟ قوة. لكن انت مستغلش القوة دي. احنا عندنا كنز كبير، قوة الصليب ده كنز كبير جدا، القديسين قوة كبيرة، الإنجيل قوة كبيرة. قد ايه احنا نسينا القوة دي كلها، احنا نسينا عندنا وبنحارب بقوتنا الشخصية. طب هتعمل ايه قوتنا الشخصية وفي الاخر نقول ما احنا ضعفة؟ طب ما عارف كل ربنا عارف ان احنا ضعفة، عشان كده مدينا الانجيل، عشان كده مدينا الصليب، عشان كده مدينا القديسين. كل دول عبارة عن ايه؟ قوة معانا، استعينوا بيهم في اي وقت. لما تكوني واقعة في مشكلة ارشم الصليب وقولي له يا رب انا عايز اقوتك، افتح الانجيل واقري، روح للقديسين وقولي لهم. دي كلها قوة كبيرة عندنا. يبقى خدنا كم حاجة؟ كام؟ نمرة واحد ايه؟ المحبة. نمرة اتنين تواضع. نمرة ثلاثة القوة. طب لما تيجي تحطه على السرير او على المكان اللي هتحطه عليه، تحطه كده بحنية ولا ترزعه؟ هو ده اللي احنا محتاجين. المحبة تترفق، تتحنن كده، حنية يعني في التعامل، حنية في الكلام. احيانا في كلام واحد ينصح او في واحدة تنصح يقولوا كده، واحدة تنصح واحدة تبطح. لما اخذ يعني بدع عنكم، واحدة ايه تنصح واحدة ايه تبطح. تقول لك اصلا انا احب اقول الاعور انت اعور في عينه. طب ما انت خلعت عين التانية بقى اعمى. يبقى عملنا ايه؟ وانت يعني لما تقول له انت اعور في عينه، ما انت خلعت عين التانية. يبقى انت في التيب ايه؟ لا، هنا الحنية مطلوبة. لما تشوف الاعور قول له لا انت عينك التانية دي كويسة الحمد لله اشكر ربنا، لكن ما تقولوش انت اعور. يعني انت شتمتيه كده على الفاضي. هقول لكم على حاجة لطيفة قوي. مين فيكم فاكر صموئيل النبي؟ كلكم فاكرينه. اتربى فين؟ في الهيكل. عند مين؟ عهل الكاهن. وكان عنده ايه؟ ولدين. مين ومين؟ حفن وفنحاس. الولدين دول كانوا كويسين؟ عالي كان كويس؟ لا. صموئيل النبي كان في المكان ده من سن كام سنة؟ 3 سنين. عظيم، انتوا فاكرين كويس قوي. طب هقول لكم على حاجة. سمعتوا في يوم من الايام صموئيل النبي جه لحفن وفنحاس وقال لهم انتوا عيال وحشين؟ جه لعالي الكاهن وقال له انتوا مش عارف تربوا ولادك؟ الله، مش ده اعور وده اعور وده اعور؟ كان معاه كام واحد اعور؟ حد قال لحد فيهم انت اعور في عينه؟ ما قالش. لا تدينوا لك ايه؟ الحنية. حتى لو لقيت حد غلطان بحنية تعالجوا. احملوا بعضكم ايه؟ اثقال بعض وهكذا تمموا. ناموس المسيح كان حنية، لا الانسان الخاطئ يقول لها اما دانك احد؟ تقول له لا احد يا سيد، ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. هو المسيح هنا محللهاش الخطيه، قال لها اذهبي، لكن قال لها ايه؟ لا تخطئي مره تانية، مش كده؟ ولما المسيح يقول لها لا تخطئي اداها القوه في كلمته انها لا تخطئ. يعني كلمه المسيح عباره عن ايه؟ قوه في حد ذاتها. فالست عاشت قديسه بعد كده. فاللي احنا عايزين نقوله الحنيه هنا مطلوبه في ايه؟ فانك تتعامل، انك تتعاملي مع اخطاء الاخرين بحنيه. محدش فينا كامل، محدش فينا بلا خطيه، مظبوط؟ ولو بصيت لنفسك هتلاقي نفسك نفس الحكايه. مش احنا بنقول لما نشاور على حد كده بنشاور عليه بصباع واحد بس في 3 صوابع بتشاور علينا؟ يعني اذا انا ادنت اخويا واختي انا بدين نفسي بالـ3. صح؟ يعني دايما احكي القصه اللطيفه ديت. بنت صغيره كانت معانا كده ووسط الاطفال وبيصلوا، فانهم يا اولاد صلوا وغمضوا عينيكم. بعد الصلاه يا عمو نعم يا ماما، قالت لي اصل اخواتي كانوا مفتحين عينيهم. ايه رايكم؟
لا برافو يا حبيبتي. طب ايه اللي عرفك؟ فاللي يدين يبقى هو ايه؟ مدان. فلا تدين لك ايه؟ المعاملة بالحنية مطلوبة. نحن نشفق على بعض، نتحنن على بعض، نشيل اثقال بعض. محدش فينا بلا خطية. ان قلنا اننا بلا خطية ايه؟ لا نكذب، نبقى كذابين احنا كلنا. لكن في نفس الوقت لما اشيل انا حمل اخويا، المسيح يشيلني ويشيله. فاكرين القصة بتاعت الاثنين خدام اللي راحوا يخدموا في الريف، وهم راجعين بركبوا قطر الركاب دوت التعبان او اللي من غير ازاز في الشبابيك، وكانت الدنيا برد. فواحد منهم تعبان ونام، التاني قال اخويا في هوا شديد عليه من الشباك، راح وقف وحط ظهره فين؟ في الشباك. فاكرين بقى لما وصلوا اللي نايم قال له ايه؟ قال له انا شفت رؤية. قال له ايه؟ قال له شفت كده زي ما اكون في حلم، انك انت محوط علي والمسيح محوط علينا احنا الاثنين. قال له عشان كده انا ما حسيتش ببرد في ظهري. فلما هو شال اخوه المسيح شالهم هما الاثنين مع بعض. فانت لما تشيل اختك المسيح هيشيلك انتوا الاثنين. هي دي الحنية. تعالوا بقى نقول لهم اول حاجة ايه؟ المحبة. تاني حاجة تواضع. تالت حاجة قوة. رابع حاجة الحنية. طيب هتحطه كده على حافة السرير عشان يدلق، ولا تحطه في حتة كويسة؟ اسمها ايه الحكاية دي؟ اسمها الحكمة. اسمها ايه؟ الحكمة. هو دي الحكمة بقى اللي احنا الحرص او الحكمة دي هي المطلوبة نمرة خمسة. دي مهمة اوي الحكمة. ياما ستات قلبهم حلو بس ما عندهمش حكمة. طيبة، ست طيبة كويسة بس ما عندهاش حكمة. يقول كده في سفر الامثال الحكمة بنت بيتها، الست الحكيمة تبني بيتها. مظبوط. لكن الست اللي مش حكيمة بعد عنكم. يبقى الراجل داخل جوه وتروح لسه داخل على الباب وتروح خبطاه بكام مشكلة. ضيعت اعصابه من اولها. ما يعرفش يتفاهم بعد كده. تبص تلاقي الدنيا ولعت. مش كده؟ او تيجي تعالج حاجة تزودها. تيجي تطفي نار تزودها. مش كده؟ توصل كلام ببساطة. انا سمعت ان فلان قالت عليك كذا. ايه الحكاية؟ يا سلام يا ست ستوري. ما دي الحكمة. تقول هو انا بكذب؟ ما بتكذبيش بس مش حكمة. مظبوط. هو انا دلوقتي لما الاقي حاجة لما اخذ ريحتها وحشة لازم افتشها واقول ما هي ريحتها وحشة؟ طب ما اخستر عليها. هي دي الحكمة. ايه هي الحكمة؟ هي ان انا ابص للامور زي ربنا بالظبط، بوجهة نظر ربنا. ربنا بيبص الموضوع ده ازاي؟ ربنا بيقص صدرنا وبنشكره لانه ايه؟ سترنا. فانت كمان استري. تعلمي ازاي تتعامل بحكمة، ازاي تستري على الاخرين. انا بقول لك ايش داري على الغلط عشان ازيد، لا استري عشان ربنا يصلح. يعني الانسان الحكيم تبقى حاطة قدامها كده سلام البيت، سلام مع الجيران، سلام في الكنيسة. الكلمة طالعة بحكمة، طالعة بميزان، توزن كلمتها قبل ما تقولها. انتوا عارفين الكلام ده عبارة عن ايه؟ الكلمة دي يا اما قنبلة يا اما بلسم. تاني، كلمتك اللي خارجة من لسانك يا ست عبارة عن ايه؟ يا اما قنبلة تفجر اللي قدامك، يا اما ايه؟ بلسم تداوي جروحه. فاحنا عايزين من ربنا كلامنا يكون ايه؟ بلسم يداوي. ده احيانا كده انسانة تبقى امكانياتها بسيطة جدا ويعني غلبانة خالص، لكن لسانها يخليها تبقى يعني هي اللي متقدمة جدا. ليه؟ حكيم. كلامها بلسم. خلي بالكم من كلامكم زي ما بيقول الكتاب. اللسان عبارة عن ايه؟ نار. ممكن جدا يبقى نار، ممكن جدا يبقى دفة تمشي السفينة صح او غلط. لكن المهم هو ايه؟ هو القلب، لان من فضلة القلب يتكلم ايه. فاحنا نقول يا رب نظف قلبي من اي حاجة ناحية اي حد، علشان لما اجي اتكلم حتى ما يجيش القلب يشغل اللسان غلط. ما هو القلب هو الموتور بتاع اللسان.
القلب شغل لسان غلط يبقى خلاص الانسان كلامه هيطلع غلط. فلتكن كلماتكم بحكمة. حكمة مهمة جدا في الكلام. دي اللي هي ايه؟ خامس حاجة. فاضل حاجتين صغيرين. الحاجة السادسة هتيجي ترضعه او تنضفه. بنسمي الحكاية دي ايه؟ بنسميها العطاء. تحب يدي. دي مهمة قوي. في بحر في الاردن اسمه البحر الميت، عارفينه؟ ليه يسموه الميت؟ عشان لا ياخد ولا يدي. عارفين الناس اللي انا محب لا ياخد ولا يدي، دي نسميها ايه؟ البحر الميت. فتلاقي مالح جدا، ميته مالحة واي حاجة تنزل فيه تموت، عشان كده سموه الميت واللي بيموت. ده الانسان اللي يحب لا ياخد ولا ايه؟ ولا يدي. بس في ناس تحب تاخد بس. عارفين من دول؟ دول الحرامية بتوع السمير الصالح. يحبوا ايه؟ ياخدوا اي حرام يحب ياخد. شفتوا حرام ساب حاجة بعد ما. فالحرام اللي يحب ياخد. فاللي يحب ياخد بس بنسميه ايه؟ واللي يحب لا ياخد ولا يدي بنسميه ايه؟ ميت. طب اللي يحب ياخد على قد ما يدي يعني ايه؟ يعني يقول انا اشوف اللي هستفيد منه، اللي هستفيد منه اديله عشان ارمي على قدام. فانا اقول عليه ايه؟ ده تاجر. ده تاجر. ده اللي يهمه نفسه فبيتاجر ايه؟ يعني في المعاملات بيبقى تاجر، مش 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 انسان مسيحي. لكن اللي يحب يدي ومش مستني ياخد ده نسميه مسيحي. تاني، اللي يحب يدي مش مستني ياخد بنسميه ايه؟ ده السمير الصالح. اللي هو يدي مش مستني ياخد. يبقى قلنا كم نوع من الناس في العطاء؟ أربعة. النوع الأولاني النوع الايه؟ الميت، بعد عنكم. النوع التاني اللي هو ايه؟ اللي هو حرامي. النوع التالت تاجر. النوع الرابع مسيحي. النهارده كده كل واحدة وأنا ولكم نراجع نفسنا، يا ترى أنا من أهل نوع؟ طبعا السؤال ده كل واحدة تسأله لنفسها وأنا بسأله لنفسي عشان أشوف أنا عايز أدخل السنة الجديدة وأنا من أي نوع؟ حرامي، ميت، تاجر، مسيحي. يا رب يدينا إن احنا نكون كلنا إيه؟ مسيحيين. احنا خلاص قربنا نخلص. الحاجة الأخيرة بقى هي محتاجة لحاجة مهمة جدا الأم متميزة بيها، وهي إيه؟ الصبر. كل اللي قلناه اللي فات ده فاكرينه؟ نقوله مع بعض تاني. أول حاجة إيه؟ تاني حاجة، تالت حاجة، رابع حاجة الحكمة، خامس حاجة الحكمة. قبل الحكمة كانت إيه؟ الحنية. بعد كده الحكمة. بعد كده العطاء. كل دول عايزين ايه؟ الصبر. ما كانش عندي صبر لا هقدر اعمل محبة ولا تواضع ولا حاجة خالص من كل دول. فاخر حاجة خالص نقول لربنا ادهلنا، ادينا الصبر في السنة الجديدة. بصبركم تقتنون، يعني اصبري على رب على على اصبري على اهل بيتك، اصبري على الناس اللي بره، اصبري اهم حاجة على نفسك. حب في ناس كده تحب تأنب نفسها كل شوية على الفاضي والمليان، كل ما تغلط تبقى يعني مش طايقة روحها. فنقول لها ايه؟ اصبري على نفسك، ما انت ضعيفة، ما انت ضعيفة. اخطأتي توبي لكن بصبر، ما تقعديش تنرفزي على روحك وتقول لحد امتى وما اعرفش. لا، الصبر حلو. عشان كده تقدر تصبر على الاخرين، اصبر على نفسك، اصبر على الاخرين. اصبري على حاجة ربنا تكوني طلبها منه مش ما ادهلكيش لحد دلوقتي. اصبري، الصبر حلو جدا. الصبر بيدي السلام اللي جوه. ايه سر السلام؟ الصبر. ليه بنفقد سلامنا بسرعة؟ عشان ما فيش صبر في قلبنا. ليه بنفقد سلامنا مع الناس؟ ما عندناش صبر عليهم. عشان كده قال لنا بصبركم ايه؟ تختنون انفسكم.
هو الصبر بقى اللي يديكوا كل الفضائل، كل الفضائل اللي فاتت. اصبروا. يعني تيجي كده وتقول ايه، انا داخل السنة بنعمة ربنا على كل الحاجات اللي احنا قلناها، بس جيت كده وحسيت انك انت سقطت في واحدة منهم، هتقول لا ده باين علي ان انا مش هنفع بقى. لا، اصبر على نفسك، قل له يا رب انا بقوتك هحاول تاني. الصديق يسقط كم مرة ويعمل ايه؟ قول لنفسك كده هقوم برضو. يجي الشيطان ويقول لك ده كلام، انت مش هتقدري، انت ما تنفعيش، الحياة مع ربنا مش ليكي. تقول له ايه؟ اذهب يا شيطان. مش كده؟ على طول استطيع كل شيء في المسيح الذي ايه؟ ان سقطت اعمل ايه؟ اقوم. انا مش انا ماليش ان انا اقعد في السقوط، انا ليا القيامة. المسيح ما عادش في القبر، حاشا، المسيح وهو في القبر كان حي بلاهوته، لكن ان سقطت اعمل ايه؟ اقوم. هنقول السبع حاجات ونختم يلا مع بعض. اول حاجة ايه؟ ربنا يدينا المحبة. تاني حاجة، ويدينا التواضع، ويدينا القوة، يدينا الحنان، يدينا الحكمة، يدينا العطاء، يدينا الصبر. ربنا يدينا بنعمته للآخر كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.